اسمحوا لي أن أحيي النيابة العامة التي أمتعتنا جميعاً برفعتها، وأن أنضم إليها في كل كلمة قالتها. ولكن هناك فارق بين من يريد أن يتهم موكلي شمس وبين من يريد أن يتهم الحقيقة. فالنيابة العامة وجدت الأمر يسير وعين. متهم، وجدت جثث ضحايا في أرضه، وقد اعترف هذا المتهم أمام النيابة في مرحلة التحقيقات أنه قد قتل إحدى الضحايا. بل سيد الرئيس سلمنا سلاح الجريمة المستخدم، ولكن تعجلت النيابة الدعوى الجنائية ولم توليها حقها من البحث والتمحيص. بعد إذن المحكمة، أنا بعترض على تعريض الدفاع. النيابة حققت في القضية بكل مهنية، وزنت من أدلة الاتهام وأدلة النفي، وعشان كده قدمت بيقين المتهم للمحاكمة. ما تقول صحيح، ولكن في تلك المحاكمة سأثبت الفرق بيننا، وأقدم مهنة الحرفي وبين من يحمل رسالة. ليك طلبات تانية يا أستاذ؟ أنا بطلب استدعاء الطبيب الشرعي ومأمور الضبط القضائي شاهد الإثبات الأول. تؤجل القضية لجلسة باكر لسماع شاهد الإثبات الضابط شاهين عبد ربه واستدعاء الطبيب الشرعي، وعلى النيابة اختارهم بالحضور باكر. رفعت الجلسة. اثبت مسنك ومحل اقامتك. شاهين السيد حسين، 38 سنة، ضابط، ومحل اقامتي معروف لدى جهة عملي. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. ايه هي معلوماتك عن الواقع محل التحقيق والمحاكمه؟ احنا اتحركنا بناء على اخبارات من مصادرنا ان في رحله تهريب بتتم من خلال بعض الطرق الجبليه. رصدنا العربيات من خلال اشاره تليفون واحد من العناصر المرصوده، وكان الهدف من متابعه الرحله معرفه مكان الوصول للقبض على الجنان، ومعرفه اماكن التخزين المستخدمه في العمليه. هل المعلومات دي بتشير لمتهم معين هو المسؤول عن التهريب؟ للاسف لا، عشان كده كنا رصدينه ومستنيين مكان الوصول. وايه اللي حصل بعد كده؟ العربيات وقفت فجأة، وسمعنا صوت طلقات نارية سريعة جدا. اتحركنا على الصوت في اتجاه العربيات، وأول ما وصلنا انفجرت العربيات اللي فيها الضحايا، وبعدها اقتحمنا المزرعة مباشرة. أول ما دخلت لقيت المتهم جنب باب البيت رافع إيده ومسلم نفسه. أسئلة الدفاع. حضرة الضابط، تقدر تحدد لي الفترة الزمنية ما بين أول ما سمعت ضرب النار لحد ما وصلت مسرح الجريمة؟ 5 دقايق تقريبا. بخبرتك كظابط، شايف ان المده دي مده تسمح ان حد يخش مسرح الجريمه ويغير كل الادله تغيير جذري؟ لا، ما اعتقدش. انا بكتفي بهذا السيد الرئيس، وبطلب استدعاء الشاهد التاني. اندع الشاهد التاني. الطبيب الشرعي اتفضل. الظرف الزمني اللي مات في المبنى عليه، هل كانت مدته متقاربه؟ نفس التوقيتات بنسبة كبيرة. طيب، هل من مكان معينتك للجثث في مسرح الجريمة تفتكر ان ممكن شخص واحد هو اللي قتل كل دول؟ اغلب الظن انهم كانوا اكثر من شخص قاموا قتل المبنى عليه. مفيش حاجة اسمها اغلب الظن في الطب الشرعي، عايز حضرتك تأكد لي دلوقتي. يا اما ايد واحدة يا عدة فاعلين. عدة فاعلين. بنيت رأيك ده بناء على ايه؟ اختلاف نوع الطلقات المختلفة التي اصابت المبنى عليهم، اختلاف زوايا الاطلاق، تناصر وانتشار الفوارق في اكثر من مكان في مسرح الجريمه. بالنسبه للمبنى علي بدير اللي ممكن يقتل دفاعا عن النفس، كانت المسافه بتاع ضرب النار قد ايه؟ اقل من متر. اقل من متر. والمبنى علي الثاني كانت الاصابه فين؟ وجهه من الامام على بعد حوالي 20 متر تقريبا. اجل المرافعه يا استاذ؟ لا، مرافعه جاهزه سيد الرئيس. بداية سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، إن الدفاع إذ يعرض اليوم للدعوة فإنه ينوه من جديد أن العدالة رسالة وليست مهنة، ودائما ما يأخذ مؤدي المهنة بظواهر الأمور، ولا هم له إلا أداء العمل بإتقان، وهو أمر يحمد له، ولكن في غير هذا المقام. 3 سنين في السجن بسبب عين أمه، وده مش وش بهدلة. وقتها قلت ايه يا بنتي يا كارتة،
الفراق صعب زي الأغاني ما بتقول، فعملتها بقى وأمري إلى الله. وعملت له إيه بقى إن شاء الله؟ هربته من السجن؟ هربته إيه يا ولية؟ وإيه هيتهرب إزاي بس؟ أنا رحت مفصلة السلسلة دي من تحويشة عمري عشان يبقى عند القلب كده ويتربع. سامع يا رمة؟ مش سامع يا أما، سجن إيه بس يا أما؟ أنت جت بوظت الجوازة؟ خلاص خزاعة تاب وسابوه من السكة الهباب. شفتي بقى خزاعة موسوس، أصله يحب يطمن على البضاعة قبل ما يستهلكها. يدرس يا حبيبتي براحته، إحنا كتاب مفتوح، لا عندنا صفحات عن الفراولة ولا حتى البرتقال. آه سيبك منهم، خلينا إحنا في المانجا. يا مانجا يا أختي كلها بتفتح الكتاب على صفحة بيضة، ولا من شاف ولا من دي. جرايا وليا بقى ما تتهدي شوية، سكتلك وحاطه في بقي طوب احمر من ساعه ما دخلتي، وانت يا حبيبتي ما فصلتيش اشي نظافه واشي حمام، والمحروس بيخوفوا بيه العيال الصغيره في الحاره، وانت ياما تقولي لي ستره وضل راجل. انا مش شايفه قدامي ايتها راجل، ده انا حاله شماه. يا نهار اسود جرابت، ما تيجي تديني اتنين فتله في وشي بالمره. هو انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هوريك يا حماده. لا يا حماده مش عايز يشوف حاجه، ده انا خدت الضربه بجد. يلا يا اما. واضح ان القعده فوق مطوله. قصدك ايه؟ استعبطي. انا برضو اللي هستعبط. امك عينها من نعيم. ما تلم نفسك يلا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ولم نفسي ليه؟ انا قلت حاجه غلط؟ هي مش ست؟ لا مش ست. طب اتلم يا بنت انت، انا بتكلم معاك عادي. وانت شفت ايه خليك تقول كده؟ ما شفتش بس حاسس يعني. يوسف جابر خد اقول لك تعالى. انت مش كان نفسك في كريب شوكولاته من عند الواد ميزو؟ لا. طب اسمع مني، هتروح له وهيديك لعبه الارهاب الجديده. انت بتحور. واحور عليك ليه يا عم؟ روح له وقول له جول اللي بعتني وهو هيطلعها من على الجهاز الداب. طب روح بس. طرقته؟ احكي لي. مش ملاحظ ان هم كلهم سوا؟ والنهارده على السطح، مش بقيت بكره في البيت هنا. طب لم نفسك بقى بدل ما اديك في وشك. خدي بس اقول لك، خد مالك قفشه كده ليه؟ ولا هو يعني حلال لينا وحرام لينا؟ نزل ايدك. لا بقول لك ايه، انا مصدقت ليتك ومش حلو. بقول لك ايه، اوعى كده، انا عمال اقول بيهزر بيهزر، لكن انت ما طلعتش بتهزر. طب وقت شفتك انا بهزر معاكي في ايه؟ لا ولا تهزر معايا ولا هزر معاك، واتفضل بقى لم حاجتك وانكلح من هنا. ولما السلطانه تيجي هخليها توريك ازاي تهزر كويس قوي. والسلطانه اللي ما عملتش حاجه. اتفضل يلا لم حاجتك وامشي من هنا. ماشي. بيت يا داين. ايه ده يا واد؟ ايه اللي مقعدك كده لحد دلوقتي؟ انا مش قايله لك الساعه 9 كلها عند سلام؟ انا لم حاجتي وامشي اهو. اتفضل يا اخويا. مالك يا بت؟ وشك مخطوف ليه؟ لا مفيش حاجه. ده بس كان عمال يرغي وكل دماغي. ما خلانيش اعرف. يلا يلا. كملي مذاكرة، مش عايزة حاجة؟ لا يا حبيبتي، يلا.